Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qari Internasional dan Nasional Al-Mukarram Al-Ustaz Qadar Asmadi Rashid Eshum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
فاتخذتموهم سخريا حتى وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم ورحمة الله وبركاته.